السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب إياد الليمي: قدر للعراق أن يكون مجاورا لدولتين إقليميتين غير عربيتين، وهما ورثتا إمبراطوريتين كبيرتين، جيرة جعلت من الموقع الجغرافي للعراق ساحة نزاع وصراع بين إمبراطوريات رأت في هذا البلد فرصتها لتعزيز هيمنتها على العالم. وما بين هذا وذاك ظل التاريخ متربصا بأحداث العراق، وكأن التاريخ لم يخلق سوى من أجل تعميق الصراع وزيادة الهوة بين مجتمعات سكانه المنتشرون على طول مجرى النهرين، معززين وجودهم بانتماء عقدي يفترض أن يكون هوية فرعية بعد الهوية الوطنية، غير أن تحول البلاد إلى ساحة صراع بين الإمبراطوريات المتنافسة كثيرا ما دفع هذه الهوية العقدية لتكون الأولى إزاء تراجع الهوية الوطنية التي من فكت تعاني من تباين موقعها كلما هبت على العراق رياح الصراعات. طهران تؤمن بأن بغداد قوية تعني إضعافا لها ولدورها، والعكس صحيح، وهو ما تعمل عليه إيران منذ ثورة الخميني. القصف الإيراني المستمر والمتواصل على مناطق في كردستان العراق أحد تلك الأوجه التي ما زالت تحكم العلاقة بين العراق وإيران. فطهران تؤمن بأن بغداد قوية تعني إضعافا لها ولدورها، والعكس صحيح، وهو ما تعمل عليه إيران منذ ثورة الخميني عام 79 و900 و1000 وحتى قبل ذلك. تقلبت العلاقة بين البلدين طيلة المئة عام الماضية، وبقيت عقد التاريخ تحكم كثيرا من تصرفاتها أنظمة البلدين السياسية. صحيح أن العراق ما بعد الدولة العثمانية سعى إلى أن يكون عراقاً متمدناً بعيداً عن صراعات الماضي التي كان غالباً ما يقع ضحيتها، إلا أن الحالة لم يكن كذلك بالنسبة لإيران وأنظمتها المختلفة. حالة السيولة الحدودية التي يعيشها العراق مقلقة، وهي تستدعي موقفاً سيبقى غائباً ما دامت بغداد تعد نفسها حديقة خلفية لطهران حتى وإن صرح ساستها بغير ذلك. فطهران لا يبدو أنها تنفذ عمليات انتقائية ضد مواقع تابعة لقوى كردية إيرانية تستقر في شمالي العراق فحسب، بل إنها تسعى إلى التوغل العسكري في تلك المناطق الجبلية. حول التعليم في العراق يقول الكاتب مصطفى رعد السعدي: إنما يشهده القرن الحالي من تقدم كبير ومتسارع في المعارف والعلوم كافة، وأصبح هذا التقدم السمة المميزة له، إضافة إلى المتغيرات الغربية التي جعلت من مدارسنا عبارة عن أبنية مهجورة تشتاق إلى طلابها خلال موجة الإغلاق التي شهدها العالم بعد أزمة كورونا، الأمر الذي يدعو تفشي إلى تفشي ظاهرة جهود المختصين في مجال التربية والتعليم لابتكار نماذج أو طرائق أو أساليب تدريسية حديثة تهدف إلى جعل المدرسين قادرين على إيصال المعرفة لطلبتهم بما يتلائم مع قدراتهم العقلية وطبيعة المادة الدراسية والمتغيرات التي يمتاز بها هذا العصر. العملية التعليمية بوجه الخصوص تقف أمام تحديات هائلة تدعوها إلى إعادة النظر في عناصرها ومكوناتها كافة، ومنها المدرسون وبيئات التعلم. إذا أصبح لزاماً على العملية التربوية تطوير منظومتها التربوية والتعليمية من أجل مواكبة هذا التطور العلمي والتكنولوجي السريع والازدياد الواضح لأهمية التكنولوجيا حتى نصل إلى نجاح منظومة التدريس القادرة على إعداد متعلم واع ومبادر متأمل قادر على مواجهة هذا التطور العلمي والتكنولوجي. وفي رسالة وجهها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، دعا فيها إلى العمل من أجل ضمان التعليم الآمن للجميع
مؤكدا أن التعليم حق أساس من حقوق الإنسان وعامل أساس لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وقد استرشد بالبيانات الصادرة عن اليونسكو بأنه قد تذهب عقود كاملة من التقدم في مهب الريح من جراء موجة الإغلاقات التي اجتاحت المدارس، وقدم جملة من التوصيات الكفيلة بتفادي الكارثة التي تلوح في الأفق. مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي: يقال إن تأتي الحقيقة متأخرة أفضل من أن لا تأتي، لكن كيف يمكن للسامع أن يعتبر ما خرج على لسان من راوغ وهادن وانبطح ونافق وكذب طوال سنين بأنه الحقيقة، فيدفعه هذا الشعور إلى الاعتصام بما سمعه كيقين وتصديق قائله؟ وهل من وضع يده بيد القاتل ومنحه ميزة الفاعل السياسي والقائد والزعيم وأعطاه الجاه والأهمية، وما فائدة الأقوال والخطابات والتصريحات من دون الأفعال التي تثبت الحقائق على أرض الواقع؟ بلاسكارت ومنذ تسنمها هذا المنصب حتى اليوم حرصت وبشكل متعمد على أن تكون كل تصريحاتها وبياناتها وتغريداتها مغلفة بالنفاق والتزلف إلى السلطات العراقية، وباتت عبارات الشعور بالقلق وشجب العنف والتهرب من الإشارة بشكل واضح لا لبس فيه إلى المجرم كلمات لا معنى لها تتكرر في كل مواقفها، بينما أنهار من الدم سالت أمام عينيها وخلال فترة وجودها على رأس البعثة الأممية. يبدو أن بلاسخارت تعارض هذا القول بدليل أنها ما زالت تقول بإمكانية تغيير سلوك الطبقة السياسية العراقية للخروج من المأزق، متناسية تماماً 20 عاماً الماضية من الفساد والقتل والسرقات التي مارسوها في حكم البلاد، في حين أن الأمم المتحدة وبعثاتها التي تعمل في الدول التي تعاني الأزمات والحروب ليست مجرد أدوات توصيف للحالة الراهنة في ذلك الواقع، فالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تتطلب أن يتوفر الوصف للحالة الراهنة مترافقاً مع الحلول الحقيقية للنهوض بالواقع. يقيناً لا جديد في تقرير المبعوثة الأممية، فاللعبة الدولية في العراق تتطلب الإبقاء على هذه الطبقة الفاسدة كي يبقى خط النفوذ متوازناً بين قوى دولية وأخرى إقليمية ولا ينجر إلى صراعات مباشرة. فهل يعقل أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية العاملة في العراق لا تملك معلومات موثقة عن حجم الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية؟ ساهمت الطائرات والمسيرات التركية في التأثير على السياسة الخارجية لأنقرة ولعبت دوراً بارزاً في مناطق الصراع المختلفة في العالم آخرها أوكرانيا، ما دفع العديد من الدول إلى طلب شراء هذه التقنية التركية. قالت مجلة كريتر التركية في تقرير للكاتبة سيبال دوز إن تركيا تمكنت من ضمان مصالحها الجيوسياسية في المنطقة بفضل الطائرات المسيرة، وأشارت إلى أن المسيرات التركية لها دور حاسم في أوكرانيا ضد روسيا بعد ليبيا وأذربيجان، ما دفع أكثر من 30 دولة بينها تابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو إلى التفكير بشرائها. لعبت المسيرات التركية دورا فعالا في مناطق صراع عدة بالقوقاز والشرق الأوسط وأفريقيا، وتحولت إلى تكنولوجيا عسكرية مميزة ساهمت في تغيير مسار الصراعات، ويمكننا القول إنها غيرت الصورة والتأثير السلبي لاستخدام المسيرات في مناطق النزاع الموروثة للولايات المتحدة. أثبتت الطائرات المسيرة التركية أن لها دوراً حاسماً في مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي من خلال تدمير أهداف الدفاع البحري والبري والجوي، وذلك بعد ليبيا وأذربيجان. لم تكن الطائرات المسيرة التركية مجرد قوة داعمة في حرب تركيا ضد الإرهاب والقضاء على التهديدات ضدها فحسب، بل إنها تسير بخطوات واثقة نحو التحول إلى قيمة تمثل أكثر بكثير من مجرد معدات عسكرية في توسيع نطاق نفوذ تركيا العسكري والدبلوماسي والجيوسياسي. هذه الأنظمة
التي ستصنع اسمها في الأسواق العالمية للعديد من البلدان، تحطم الأرقام القياسية من خلال تصديرها إلى أكثر من 30 دولة. من ناحية أخرى، باعت تركيا منتجاً عالي التقنية إلى المملكة المتحدة لأول مرة، وأعلنت بريطانيا أنها ستشتري 5 طائرات مسيرة من نوع جاكال المطورة من شركة بيفيلوس تكنولوجي، وأنها تدرس شراء 50 أخرى بحسب الرغبة. علقت الكاتبة في مجلة نيويوركر روبن رايت على الاحتجاجات في إيران بأنها أول ثورة مضادة في إيران تقودها المرأة، رأت أن النساء متحديات ويمتن في الانتفاضة التي تعتبر استثنائية من الناحية التاريخية نظراً لمركزية المرأة فيها. وأضافت أن البنات والنساء الإيرانيات جريئات يقلبن طاولة على المرشد الأعلى في تحد لأهم ثورة في التاريخ الحديث. سخرنا يوماً بعد يوم في الشوارع المفتوحة والمدارس المسورة وفي فيض من التغريدات ولقطات الفيديو الجريئة، سخرنا من الحكم الديني الذي قدم نفسه على أنه حكومة الله. زعم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي أن متوسط العمر للمتظاهرات هو 15 عاماً فقط، ولهذا فقد حصلت الفتيات على تعاطف العالم وبمسيرات عقدت في لندن وباريس ولوس أنجلوس وسيدني وسيول وطوكيو وتونس. إن الاحتجاجات في إيران هي المرة الأولى التي تكون فيها المرأة الشعلة والمحركة لثورة مضادة، وقال دانيال أدلستين الباحث في العلوم السياسية بجامعة ستانفورد الخبير بالثورات: الدور الذي لعبته المرأة في إيران يبدو غير مسبوق، وربما قورنت ثورة المرأة الإيرانية بثورة النساء الباريسيات أو عاملات السوق التي هاجمن فيرساي لمنع الملك من التحرك ضد الجمعية الوطنية وسحق الثورة الوليدة. وفي تلك الحالة كانت النساء يحاولن منع الثورة المضادة وليس المساهمة بها. إلا أن الاحتجاجات الإيرانية استثنائية كما تقول، لأننا لسنا أمام اضطرابات تشارك بها المرأة، ولكنها عن المرأة وحرية المرأة وهو ما يجعلها مهمة. وقد اتحدت النساء من قوميات وإثنيات متنوعة بطريقة إبداعية رغم مخاوف الموت والاعتقال. وكانت الشرارة التي أطلقت الانتفاضة الحالية هي الموت المفاجئ لمهسا أميني، الفتاة الكردية البالغة من العمر 20 عاما. والآن مع رسوم الكاريكاتيريكا. كان للثنائي التشكيلي كريستو وجان كلود طرقا مختلفة في التعبير الفني داخل حركة الواقعية الجديدة، كتغطية مباني تاريخية ومعالم أثرية بأمتار هائلة من القماش، كذلك تغليف الأشجار ومساحات من الجزر بأنسجة شفافة وخامات ملونة
ووضع بعض المجسمات والأشياء فوق المياه وبين الجبال وفي الحدائق الكبرى ووسط أماكن الطبيعة الخلابة. ولتحقيق هذا وتنفيذه كان الأمر يستلزم سنوات طويلة من التجهيز والإعداد ومفاوضات من أجل الحصول على الموافقات الرسمية وميزانيات بأرقام ضخمة قد تصل إلى الملايين. والغريب أنه بعد كل هذا الجهد الفني والمادي كان العمل يعرض لوقت قصير محدد ثم يتم هدمه وتفكيكه، فلا يبقى من آثاره سوى بعض التذكارات والصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء عرضه. ولد كل من كريستو وجان كلود في يوم 13 من يونيو حزيران من سنة 1935، لكن كريستو ولد في بلغاريا بينما ولدت كلود في مدينة الدار البيضاء في المغرب. ثم التقى الفنان البلغاري مع الفنانة الفرنسية في باريس في الخمسينيات لتبدأ رحلة الزواج والفن المشترك. يمكن وصف فن كريستو وجان كلود بأنه فن مرتحل غير مستقر، يلتحم بالطبيعة ويشتبك مع الحياة، لا يحفل بالبقاء ولا يؤرقه هاجس الخلود، ولا يخوض ذلك الصراع الرهيب الذي يخوضه الفن عادة مع الفناء وسلطة الزمن. خلصت مجموعة باحثين عالميين إلى أن التغير المناخي الناجم عن النشاط الإنساني زاد 20 مرة على الأقل من احتماليات حدوث الجفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إن خطر حدوث جفاف كالذي شهدته مؤخرا أوروبا والصين والولايات المتحدة يمكن أن يتكرر في ظل المناخ الحالي مرة كل 20 سنة مقابل مرة كل 400 سنة في حال لم يكن هناك أي من هذا الأمر. وعانت من الجفاف في فصل الصيف دول أوروبية عديدة، في فرنسا كمثال جفت أنهار واضطرت مناطق عدة إلى فرض نظام تقنين لاستخدام المياه، كما تأثرت أجزاء من الولايات المتحدة والصين وانعكست التداعيات على القطاع الزراعي، إذ انخفضت المحاصيل في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وأدى أيضا إلى حرائق غابات كما تسببت باضطرابات في إنتاج الكهرباء. وتسبب أسوأ جفاف تشهده كينيا منذ 4 عقود في نفوق نحو 2% من أندر حمار وحشي في العالم خلال 3 أشهر، ونفوق أفيال بما يزيد 25 مرة عن المعتاد خلال ذات الفترة الزمنية. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أكثر من 420 مليون طن من النفايات النووية المشعة والمخلفات الكيميائية السامة سنوياً يخلفها 250 ألف مفاعل نووي ومصنع كيميائي في العالم. تعمل دول على دفنها بمناطق بعيدة عن أراضيها، فماذا تعرف عن المقابر المشعة؟ كلفة الدفن. تمثل قارة إفريقيا مقبرة ل30% من النفايات المشعة والسامة. قائمة المقابر الإفريقية المشعة تتصدرها موزمبيق وإفريقيا الوسطى والسنغال والكاميرون. دفن طن واحد من النفايات الخطرة في إحدى الدول الإفريقية بعيداً عن شروط السلامة والأمانة ومن دون علم شعوبها يكلف الدول الغنية 2.5 دولار، إلا أن دفن الطن ذاته في أوروبا يكلف ما بين 250 إلى 1000 دولار. تجارة أرباحها السنوية تصل لعشرات المليارات من الدولارات لدفن مخلفات نووية وكيميائية في 34 دولة إفريقية وفقاً لمنظمة السلام الأخضر. والنتيجة هي تسرب إشعاعي قاتل وأضرار بيئية
وارتفاع درجة حرارة الأرض وانخفاض خصوبة التربة وزيادة نسبة الغازات الضارة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الجنينية بحسب منظمة الصحة العالمية. أما عن الدول التي تصدر نفاياتها إلى أفريقيا مستغلة فقرها واضطراباتها، فتتصدرها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا والنمسا وفرنسا وفقاً لصحيفة لوسوار البلجيكية. إلا أن شيئاً من كل هذه التحذيرات لا وجود له في إفريقيا التي تعد أكبر مقبرة ومدفن للنفايات النووية حول العالم. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد. نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.